داني كارفخال وأيوغو والرأسية في الجول. أتى الرد السريع من كريستيانو. كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول في المباراة. يتقدم الآن الريال بالهدف الأول. لاحظ الكرة، يعني داني كارفخال أيوغه المرة ما غطى، أعطاه فرصة على أساس يلعب الكرة الرأسية أمامك الآن في مرمى فيلن رويثر. وكريستيانو رونالدو يصل الآن إلى الهدف رقم 73، الهدف الأول لريال مدريد في مرمى شالكي. لاحظ اللاعب الذي صنع الهدف، كارلو أنشيلوتي سعيد لأن لاعبه اللي ما سجل من 18 يناير يأتي اليوم ويسجل هدف في مرمى شالكي. أمام اثنين، أمام الياباني أولا وأمام خلص الاثنين، خلص الاثنين ونقلها لمارسيلو. الله 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 يا كريستيانو، الله يا مارسيلو، الهدف الثاني للريال. شوف، تخلص من الاثنين وبالقدم اليمنى، اليمنى شغالة، اليمنى شغالة مو باليسرى، اليسرى أقوى. ايش يقول لك يمنى بلا يسرى، تراها ضعيفة. يعني لاحظ لاحظ بالقدم اليمنى، مارسيلو بالقدم اليمنى وليست بالقدم اليسرى، مارسيلو يسجل الهدف الثاني. شوف، ذهب إلى كارلو أنشيلوتي، عانق كارلو أنشيلوتي. ريال مدريد إذا يسجل هدف جميل. كريستيانو سجل الجول الأول.